بعدين الشريف أحمد قام انتقل لمنطقة القضارف. أول مرة أقرأ فيها في خلوة الشريف الهادي. ونحن دلوقتي في مدينة بور السودان في العام كم يا كابلي نحن؟ في تلك الفترة التعليم كان شحيح. مصر كان لها دور. الحاكم العام ذاته كان مرتب ياخده من مصر. أخوان وأخوات الأسرة. عندي مكون. أختين أنا فقط، سميرة وليلى. نعم فقط. وإنت الوحيد. نعم. بعدين الشريف أحمد قام انتقل لمنطقة القضارف فأسس الخلوة، ودي أستاذنا ورحمه الله رحمه واسعة محمد الخليفة الريفي كتب يمكن أكثر من مرة. والأستاذ محجوب عمر باشري كتب أيضا. لا باشري كتب عن أبوي، كتب عن الوالد، لكن دي كتب عن الشريف أحمد وكيف إنهم اتعلموا وقروا عن طريق خلوة الشريف أحمد. أيوة. فقال له يعني فضل علينا وقام ساب الخلوة لولده الهادي الشريف الهادي. ده أكبر أولاده. طيب الوالد بعد ما تزوج والدتك رحمة الله عليه ورحمة الله عليهم الاثنين، كيف كان الانتقال لبور السودان حيث ولد الطفل عبد الكريم الكابلي في تلك الفترة؟ ما هو أهله كلهم من بور السودان. أها. فساق زوجته ومشوا سواكن في الأول. أها. والحاجة مشوا سواكن في السرايا. إيه اللي وداه بور السودان؟ أهله ولا شغل ولا عمل هناك؟ العمل ما بور السودان أخذت كل الناس. كان كموظف في الجمارك. في الجمارك. الجمارك. ما الجمارك هنا أصلا. أيوة. جاء في الجمارك في قلابات. فجاء بور السودان وتولدت أنا في بور السودان. طيب. ونشأت في بور السودان. بعد كده بقت صلتي الإجازات أجي سواكن لأهلك برضو، ما أجي قلت لك عم عبد القادر لأهلك، وأمشي فترات القضارف. يعني فتراتي في القضارف ما كثيرة. يعني أجي وبعدين أول مرة أقرأ فيها في خلوة الشريف الهادي. أيوة. هو خالنا ده. دي أول صلة لك بالدراسة. بالدراسة كنت صغير جدا. حفظت قرآن؟ ما بدرس طبعا قرآن. وكان بعد. لا انت حفظته؟ كنت لا الفترة بسيطة اللي قضيتها معه. يعني اذكر مرة احنا في الاجازة فابوي ساقنا له في الخلوة وانا صغير جدا، لكن اذكر يعني كان ملبسين انا بدلة وبنطلون ولا ريدة، يعني بدلة كده. ومشينا عليه فقام رجل كان يعني يترسم كل حياة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه، يعني كل حاجة كان بيعمل الرسول هو حتى تحكى عنه بعد ماشي على نهج الرسول. نعم. ورجل طيب جدا، بعدين لونه أصفر، بعدين لحيته دي كبيرة كده وسوداء. بتتذكر؟ أتذكره جدا. فقام جاب عمرك كم سنة في الله؟ يعني يمكن 7-8 سنين. تذكر هاي 6 سنين. فجاب تمر، فقمت لما أكلت التمر قلت له التمر ده مسويس. فقام رميت التمر كده، فقام جاب إبريق والصحن وغسل لي يديني، قبل لي يديني، قال لي معليش معليش المرة الثانية إن شاء الله ما نجيبه مسويس. انتقدت القصة. الشريف الهادي اسمه. طيب ده احنا حقيقة اخذنا حاجة يعني اضاءة شاملة انا بفتكر عن تاريخ الاسرة من ناحية النسب يعني والتداخل في الانساب، ولقاء الوالد رحمة الله عليه وبالوالدة الحجة صفية رحمة الله عليها. ونحن دلوقتي في مدينة بور السودان في العام كم يا كابلي نحن؟ في بور السودان أنا حتى قبل ما أدخل الوسطى كنت في الكتاب. كويس. نحن في العام كم دلوقتي في بور السودان؟ يعني لما نقول الوسطى
من تقريبا 46 46 45 45 46 47 48 امتحنت للثانوي. طيب قبل الامتحان للثانوي انا دايرك بقى تذكر لي تلك الايام وكيف كانت المدرسة وكيف كان حال التلاميذ والأساتذة وكيف كنتوا أنتوا تتلقوا الدروس كيف بأي طريقة وبأي وسيلة وبتتذكر شنو من الأشياء من تلك الفترة من المناهج اللي أنتوا أخذتوها وتربيتوا عليها علميا وفكريا ودينيا. في تلك الفترة التعليم كان شحيح ودي يمكن من الأشياء القليلة اللي تعتبر سلبيات بالنسبة لفترة الإدارة البريطانية. طبعا الإيجابيات كانت كثيرة ويمكن حنتحدث عنها، لكن الدراسة وخاصة المرحلة المتوسطة والثانوي العالي كان في شح كبير جدا. يعني من الأشياء ربما تستغرب أو يستغرب المستمع الكريم أو المشاهد، ذكرنا إنه سواكن كان فيها وسطى، يعني كتاب ووسطى اللي هي تخرجوا منها الآباء وانتهت طبعا بعد ذاك. فالوسطى في بورسودان إذا كان أنت ممكن تتخيل الخرطة، أنت نازل لغاية منطقة كسلة، تنزل لغاية القضارف، تنزل لغاية مدني حتى تلقى وسطى. شوف المساحة كبيرة كيف. أي الله. يعني نحن قليل المدارس كانت. ما قلت لك كان فيها. وخطة كانت استعمارية ما في كلام. هو يمكن ما للدرجة دي، لكن أنا بقول لأنه الفاينانسين إنه أنت عشان تدفع، طبعا هي دي واردة فيها جانب وارد، لكن عشان تنشئ مدارس الإنجليز كانوا دائما بيميلوا لأنك تنهض بالبلد من خلال الأشياء، من خلال الموجودات فيها. بس بالضرورة تكون في مدارس الموجودات، يعني ما البشر من أهم الموجودات. ما هم بقول لك نحن كفاية نضع السيستم ونضع الايه ونضع الايه، يعني لكن الجانب يعني حتى السكة حديد اللي اتعملت كيف مصر كان لها دور، الحاكم العام ذاته كان مرتب ياخده من مصر. طب كويس، ما برضو بقلة يعني من الخطط حتى المشاريع هذه، ما هذا جانب، ولكن التعليم كان مهم جدا طبعا يا كابلي. ما صرف على التعليم لكن منه انت فهمت قصدي؟ اي عارف، يعني ينشئ ولا شال بيجيب دخل من البلد ذاته. أي. اي لذلك تلقى حاجه نادره جدا، ودي يمكن ما اظنها تكرر تاني. مشروع الجزيره عملوا فند ريزنج من انجلترا انه يزرعوه عشان يعملوا القطن ومانشستر المصانع والاشياء. أيوة. دي فدي قليلة جدا، لكن دائما سياستهم حكايه انه مفروض من داخل البلد انت تنمي. لكن المهم في القضية انه كان في شح في طيب المدارس في المدارس الوسطائية. طيب فلذلك كان معانا نحن الطلبة، تلقى نحن طلبة جو من القضارف، تلقى طلبة جو من كسلة، تلقى من كل المنطقة دي بتاعت الشرق دي، وانت نازل في المدرسة الثانوية إلى جانب أهلنا السواكنية والبيجة وكل المجامع دي. فلمن قبائل متعددة ومدن متعددة بيجوا لبورسودان من أجل الدراسة. نعم نعم. طيب فلمن التحقت أنا 45 كان المدرسين أغلبيتهم كبار في العمر. المدرسة اسمها شو؟ مدرسة المدرسة بورسودان الأميرية الوسطى. مدرسة بورسودان الأميرية أميرية الوسطى. أميرية حكومية يعني. أيوة. أي. في قامت تاني مدرسة أهلية
ودي حنجيها كان فيها ناس حسين بازرعة قالوا فيها. نحن كنا في الأميرية. فالمدرسين حتى بتاعون الكتاب لما أنا قريت يمكن كتاب ثالثة ورابعة كتاب فكانوا كبار خوجات الخوجة الخوجة يعني اللي بلبس الألاجة دي فلقينا الأساتذة كبار. الخوجة دي كلمة تركية خوجة خوجة. فأذكر أنا وأنا في سنة أولى طبعا من سنة أولى بدون إنجليزي والإيه والجغرافيا والحاجات دي كل العلوم اتعلمت براي الصفارة. دي بقى الصيلة الأولى بالفن 1945 عمرك كم كان؟ لما التحقت أنا يمكن 12 سنة 12 لأنه لما كملت رابعة كنت كان عمري 16 سنة 16 سنة هاي مشيت التجارة في أمدرومان. تعلمت الصفارة؟ تعلمت الصفارة. كنت بتعزف شنو؟ كنت ممتاز فيها لأبعد الحدود. والصفارة ذات اللي كنت بعزف بها أنا ما عارف جبتها من وين لكن حاجة كده زي النحاس نحاسية وصوتها اشتريتها ولا أهدوها ليك والله أنا حاسة ما بتذكر ولا من وين جبتها ما بتذكر لكن والهداك ليه شنو الصفارة دي ذاته كيف انت والله ما الحاجة الفطرة لا يعني ما بتتذكر جبتها من وين الصفارة دي لا يعني تحصلت عليها كيف كان في في المدرسة بتلقى بتاعون الكشافة وبتاعون هنا أيوة. في الصفافير اقتنيت واحدة عملتها واحدة دي أنا يعني دي ما كان نايم حتى ما عملتها إني اشتريت عملتها لأن عملتها عمل. شكلها كان غريب شوية أيوة لكن أي لحن أسمعه كنت بعزفه لو مصري لو سوداني لو أفرنجي أسمعه أحفظه كلمة ليه تتذكر لنا شنو من الألحان اللي عملتها والله ما بذكر بالعود كده من الأشياء فريد الأطرش من الأشياء المؤسفة إنه الأشياء دي من الأشياء المؤسفة قبل فترة وجيزة يمكن حوالي 10-12 سنة لقيت صفارة ما قدرت أطلع يا أخي والله هذه الألحان اللي كنت بتسمعها وبتقلدها بالصفارة بتسمعها من فين يعني كنت هل الإذاعة في تلك الفترة كانت واصلة لبورسودان الإذاعة السودانية نعم الإذاعة كانت واصلة اللي هي كانت ترسل على الموجة بالمناسبة 25 والموجة 60 أظن دي الموجة 60 كانت بتصل حتى أحمد المصطفى قال لي من الأشياء اللي قال لي أنا كنت في القاهرة وسمعت عثمان حسين بغني قال لي ضرب لي عبد المنعم عبد الحي قال لي يا أخي الليلة عثمان حسين عمل أغنية جديدة اسمها أنا بعشق أم درمان يا أخي أنا لازم كمان أنا بعشق أم درمان نحن لازم نعمل برضو أغنية لأم درمان يا ده اسمه شنو عثمان حسين لكن عمل أغنية أنا بعشق أم درمان أنا بعشق أم درمان ما سمعتها هي. أيوة أنا بعشق أم درمان أنا مسجل عندي فا أنا بعشق جميلة جميلة بشكل ما معقول أنا سمعت إنه سمع أحمد سمع حسن عطية بغني ألوان الزهور سمع أنا بعشق أم درمان قال لي يا أخي عثمان حسين من ناس الخرطوم وعمل لأم درمان أنا بعشق أم درمان أنا إحنا دايرين نعمل أغنية وإنت في أم درمان ساكن وفي حي العرضة نعمل لأم درمان من المورد ده عبد المنعم عبد الحي وإنت من حي العرضة دايرين نعمل فعمل دي قال وأحمد المصطفى عمله ولحن الأغنية دي وكانت منافسة وحتى قال لحن على ظهر الباخرة وقال يعني قالوا لي والله ناسبوه كان معه ناسبوه من جاي من القاهرة دكتور أبو قال لي له التحية والله له التحية قال لي والله أصلك ما حتقدر تغني الأغنية دي لأنه كان الخواجات مستر أربر كان ماسك الإعلام وكده ما ممكن تغني الأغنية دي هناك يا أخي فقال والله الأغنية دي أنا غنيتها أنا والله قال لهم والله لو ما أغني الأغنية دي في إذاعة أم درمان والله أنا أسيب الغناء فمشى غنى الأغنية قال ناداه الخواجة الإنجليزي
قال لي انت امبارح يا مستر احمد غنيت اغنيه ما كويسه. قال لي كيف؟ قال لي والله انا يعني غنيتها وهي اصول وانتوا عملتوا كده انا تعملوا مني بطل، لكن انا مستعد امشي معكم اي حته. قال والله، قال لي اوكي اوكي مستر احمد، فخلاها مشت عاديه اغنيه انا مدرمان الاغنيه الشهيره. واذكر انا يعني كنت مغرم بانه اعرف تاريخ الاغنيه دي. سبحان الله. ايوه، فدلوقتي نحن نعرف ان يعني دايرين نشوف الاذاعه ما كانت في زحمه بتاعت الاثير دي، كان الاثير كان ما فيهوش زحمه، يعني الاذاعه تسمعها، ما كانت في طبعا فضائيات ولا اذاعات كثيره، اذاعه لندن واذاعه الاذاعه فويس اوف امريكا وتاني الاذاعات بتاعت راديو الشرق الادنى، ودي كلها كانت اذاعات في يونس بحري، كانت كلها اذاعات يعني بسيطه، فكان الفضاء ده يعني فاضي والناس بتسمع اذاعه ام درمان. هو حتى ام درمان ما كانت ال 24 ساعه. ايوه كانت بسيطه، كانت كم ساعه. ايوه كانت كم ساعه، يعني اول حاجه بدت باربع ساعات، ثاني شويه 12، ثاني ما اعرف الفتره دي 45 46 كانت كانت زي 4 5 ساعات. اربع خمس ساعات، وكانوا المذيعين محمد صالح فهمي ومحمد العبيد وخاطر ابو بكر، ثم انضم لهم فيما بعد علي شمو، كان عبد الرحمن الياس، ديل كلهم حمدي بدر الدين لا حد ديل في الاذاعه الجديده، حمدي بدر الدين ومحمد خوجة للصالحين وصالح محمد صالح وأحمد قباني، ديل في الإذاعة الجديدة في المبنى 1958 من السعبود. ها دي تم أيوة تم إنشاء في 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 أيام ناس عبود الإذاعة المبنى الحديث للإذاعة السودانية، وحصل طبعا فيه دلوقت تجديدات، لكن افتتحت في 1957 58، كان ولا يفتتحوا ذات الإذاعة دي. أبو عقل يوسف قال والله نحن طوالي ننتقل من بيت اللمانة للإذاعة، فكانت الحكاية دي تحدي للمسؤولين في تلك الفترة، قال لهم لا ما في وقت، لازم نحن ننتقل بالإذاعة دي طوالي للمبنى، حتى ما افتتحت هذه الإذاعة واستمرت الإذاعة السودانية. لكن أنا أرجع ليك يا كابلي عشان تحكي لي كنت بتسمع شنو بالضبط، ومنو من الفنانين اللي كنت بتسمعهم وبيستهويك؟ كانوا كل أساتذتنا الكبار ديل بيصلوا، حسن عطية على الكاشف، حسن عطية وعم عبد القادر الله يرحمه كان مغرم بغناء الكاشف، كان يحب غناء الكاشف جدا، وغناء عش الفلاتية كان يعجبه صوته. لكن انت كنت بتحب اكثر فنان بتميل ليه؟ اقول حسن عطية. انا في الفتره ديك تقريبا احمد المصطفى، حسن عطية، الكاشف، والى جانب الغنى المصري كويس، لانه لمن انا ساكن في بورسودان سكنت مع عمي صلاح. ايوه رحمه الله عليه، رحمه الله ورحمه واسعة. فعمي صلاح في ساكن في الصرايا بتاعت المزوج من الناس اللبودي، فتحت طوالي في مقهى صاحبه اسمه مختار، رجل كده صوته جش تذكره تماما، والله اذكره تمام، من الصعايده ديل، فطوالي مشغلين الاغاني بتاعت ام كلثوم وعبد الوهاب وفريد الاطرش، دي كنت طوالي اسمعها، فبقت جزء يعني من تكويني. أدمنت. نعم. وكنت تمشي طوالي تقعد في المخ هذا؟ لا لا لا. ولا بتسترق السمع؟ لا. أصله لا يمكن. أنا عمي صلاح الله يرحمه. لا يعني عشان تسترق السمع. لا ما في حاجة، عمي صلاح الله يرحمه من الأشياء اللي تبدو عجيبة جدا في حياته، ما قعد في مقهى. ولا دخن سيجار ولا. طيب تسمعها كيف الأغاني؟ ما من تحت، أنت تحتنا طوالي. تحتكم يعني بتصلك. بتصل يعني مشغل طوالي الأغاني دي. معناته كنت بتركز وتسمع. أيوة يا وردي مين يشتريك وكلثوم يا ليلة العيد، الحسة دي إلى الآن موجودة، أنستينا وأغاني أسمهان وفريد الأطرش.
كان بالله يعمل لنا حاجة كده من اللي بتتذكر. ما كنت أنا بعزف الصفارة. ما كويس إحنا نذكر المستمعين بالمشاهدين بالألحان دي. لأنه اللونية دي يعني فريد الأطرش كان عنده. فريد الأطرش لما دخلت السينما لحن الخلود لما دخلت السينما وسمعته بيعزف العود اتمنيت في الدنيا دي حاجة واحدة بس اني اعزف زي فريد الأطرش بالله. يعني لو قالوا لي تبقى ملك تبقى حاكم تبقى اغنى زول لا بقى بدت جرثومة الفم بقوة تتملكك. حاجة سوى الدنيا الفنون جميلة بيقول فيها شنو حاجة بشكل ذا. بعدين السوداني زي ما قلت لك بيجوا الراديو بيجيب لنا أساتذتنا الكبار ديل وكان في الله يرحمه رحمة واسعة أخونا صالح الضي فكان بيغني في الوقت ده. أيوة يعني عنده من أغاني وكان كنت برضو بعزيه بالصفارة كان على نطاق برسودان يا جميل يا حلو بيقول فيها أغنية مشهورة أظنها من تأليف أستاذ عبد الرحمن ريح أفتكر يا جميل يا حلو دمك شربات مكمله حاجة بالشكل ده فكنت بعزفها بالصفارة حسن عطية كنت بتعزف ليش نوع أحمد المصطفى الدين نماذج هنا بقى في الفترة دي ما كنت بعزف الصفارة الحاجات اللي كان معروفة يعني الكاشف كان ما عارف عنده من حاجاته في يوم الزيارة حبيبي قلبي تار الدنيا وعمارة والآخرة ونعيمة ذكريات قديمة. طيب علق لك شخص على سمعك وعلق على عزفك على الصفارة مش علق لي أو سمعني صفارتي دي كانت جزء لا يغيب عن أي نشاط في المدرسة بمعنى لو عملوا احتفال بتاع يوم الآباء ينادوك لو عملوا احتفال للضيوف تشارك لازم عندي فقرة أطلع بالصفارة أقدم الفقرة بتاعتي نعم يعني دي كانت أول آلة موسيقية أنت تعزفها نعم وطيب كده نرجع للمدرسة نشوف الأساتذة اللي بتتذكروا منه وزملائك من الطلبة منه الأساتذة ممكن سهل تذكرهم لكن من الطلبة صعبة شوية لأن الأعداد كبيرة طيب نتذكر من الأساتذة يعني الأساتذة مثلا أستاذ درار صالح درار وأستاذ أبو زيد موسى أستاذ
صالح. صالح تاني مجموعة هم مجموعة ليك موقف مع الأستاذ درار صالح درار الأستاذ نعم. والكاتب التاريخي الحقيقة المؤرخ الأستاذ درار عندما استمع إليك وإنت كنت بتنشد الأناشيد، حدثنا عن الحادثة دي بالضبط. كان في مجموعة بتاعت أناشيد فبكون واقفين قدام كده ونحن بنكون وراء والأستاذ بيناتنا فبيقوموا يقولوا الأناشيد في حتة الكورس باين أنا كنت والمجموعة المعاي بنغني فهو بيستمع لصوت عجبه فلما يتلفت بسكت. ليه بتسكت؟ ما داروا يسمعني بغني يعني نوع من الخجل يعني الأدب هاي الحياة. الحياة ففي مرة من المرات بعد كم يوم كده الحكاية تكررت فقام قبضني لقاني قام وداني في الصف مع المنشدين اللي بيغنوا الغناء وذكر الكلام ده طبعا هو في برنامج في ذكره. لكن تذكر الأناشيد اللي كنت بتنشدوها يا كابلي منها؟ طبعا أناشيد كثيرة كده ذكر لأنه الأناشيد دي ذاتها مرتبطة بالدماء الجديدة الحس ذكرتهم ديل ديل بالنسبة لنا كانوا دماء جديدة ناس أستاذ درار و أبو زيد موسى ومحمد صالح ثابت الله يرحمه ومعاهم تاني منه حوالي كان 5-6 كده أساتذة أقرب لأعمارنا جو كدماء جديدة مختلفة عن ال كانوا موجودين. طيب أنا حقيقة حتوقف هنا هذه الحلقة. صرخة روت دمي من كفاح ومنى وأثارت هممي فاحتقرت المحنة ها هو الصبح بدا. يعني السودان كان سابق نعم ومقارنة بكل الدول المحيطة وده يدل على مدى التفكير المتقدم للسودانيين لأبانا وأجدادنا السودانيين في ذلك الوقت. فدكتور خليفة كان أول الفصل هو وبعدين الله. كان قليلوني كده يعني جرمه صغير شاطر واستمر شاطر هو تخرج هنا من أمريكا وأخذ الدكتوراه بتاعته في لقيته قلت له الأيام دي طبعا أنت ما بتنشاف مشغول مع المؤتمر بتاع القمح ده قال لي والله ما نادوني يعني شخص في هذا التخصص من أمريكا ودكتوراه في القمح. نحن ما بنخاصمك ما بنخاصمك بس نجار طبعك يا جميل تحلف ونوعي وبرضك بخير وتاني تحلف تاني تحلف ما سيبنا تبعي والأمل قليل أعصابنا تتلف أمالنا تسعيد ونقول جميل ما بنخاصمك يا جميل
كل سريتنا دايما طبعاني وانت اللطيف وانت داري عيدنا عارف عيشنا يومي التحاضر وقلبك حليم خايفين بإيدنا خايفين بإيدنا نرجعنا سالم نلقاك طيب بس يا رطبا يا جميل قلبي سليتو قلبي سليتو مهما ابتليتو مهما ابتليتو كترت عوالي وناس قالوا جيت في هواك لقيتو في هواك لقيتو البالو بالو مرافق قديم ما بنخاص كيف نخاص ما بنخاص كيف نخاص بس نجار طبعك يا جميل قلبي سليتو قلبي سليتو وانت بتغازلو بالصدق بيه مهما ابتليتو مهما ابتليتو كثرت عواذلو ناس قالوا جيت في هواك لقيتو في هواك لقيتو بادلو بادلو مرافق بديل ما بنخاصمك كيف نخاصمك ما بنخاصمك كيف نخاصمك بس نجار طبعك يا جميل